السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 ترم 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرات اللي فاتت شرح يونت 1 I can jump و يونت 2 My community. النهاردة هنشرح يونت 3 الوحدة التالتة Let's go outside. Let's go outside، دعنا نذهب للخارج. Let's يعني دعنا، let us هي اختصار ل let us. Let us يعني دعنا، خلينا. Go go يعني نذهب. Outside outside إلى الخارج. Outside يعني إلى الخارج. Let's go outside، دعنا نذهب للخارج. والكلمات الخاصة بيونت 3، أول كلمة لازم نعرفها هي كلمة garden. Garden 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 يعني حديقة. Garden يعني حديقة. Garden garden garden. تاني كلمة هي كلمة flower. Flower 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 يعني زهرة، يعني وردة. Flower flower flower. تالت كلمة هي كلمة plant. Plant 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 يعني نبات. Plant plant plant. لازم كمان يا أصحابي نبقى عارفين يعني إيه بي. بي يعني نحلة، زي النحلة صديقتنا الشقية بيزي بي. بي 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 يعني نحلة. وكمان لازم نكون عارفين يعني إيه بيرد. بيرد 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 يعني طائر. مرة كمان بيرد بيرد bird bird يعني طائر. كمان لازم نكون عارفين احنا ممكن نشوف في الخارج او outside ال butterfly. butterfly يعني فراشة. butterfly butterfly butterfly. مرة كمان butterfly butterfly butterfly. كمان هنشوف ايه outside؟ أكيد هنشوف في السماء moon. moon يعني قمر. moon moon moon. مرة كمان moon moon moon. كمان ممكن نشوف star. star star يعني نجمة. star star star. مرة كمان star star star. ولازم نكون عارفين يعني ايه sky. sky يعني سماء. sky sky sky. مرة كمان sky sky sky. كمان يا أصحابي من الكلمات اللي لازم نعرفها مع بعض هي كلمة shadow. shadow 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 يعني ظل. الظل بتاعنا وإحنا ماشيين على الأرض في النور ده اسمه shadow. مرة كمان shadow shadow shadow. لازم كمان نكون عارفين إن وقت النهار، اليوم بالنهار والصبح طالع، ده اسمه day. day أو daytime. day يعني نهار، يعني وقت النهار. day day day. وكمان معناها يوم، فday بتيجي بمعنى يوم وبتيجي بمعنى وقت النهار. مرة كمان day day day. أما بالليل فيعني night night
night night يعني الليل. مرة كمان night night night. وفي مجموعة من الأفعال يا أصحابي لازم نكون عارفينها، يعني مثلا لازم نعرف لما بنصحى الصبح نقوم من النوم، دي اسمها get up. get up يعني يستيقظ. get up get up get up. مرة كمان get up get up get up. ولما نيجي نروح ننام بالليل ده اسمه go to bed go to bed go to bed go to bed يعني يذهب لينام، يذهب للنوم. مرة كمان go to bed go to bed go to bed go to bed. ولما نيجي نروح المدرسة بتاعتنا الصبح ده اسمه go to school. go يعني يذهب، to إلى school المدرسة. go to school يعني يذهب إلى المدرسة. go to school go to school go to school. مرة كمان go to school go to school go to school. طب لما بنصحى الصبح يا أصحابي المفروض إن احنا بنأكل الفطار بتاعنا. يأكل يعني eat eat يعني يأكل، وإفطار يعني breakfast breakfast يعني إفطار. فيأكل الإفطار ده اسمه eat breakfast eat breakfast eat breakfast. مرة كمان eat breakfast eat breakfast eat breakfast. طب وقت الغدا بعد ما بنرجع من المدرسة بيبقى وقت الغدا. يأكل زي ما قلنا يعني eat. طب غداء يعني ايه؟ غداء يعني lunch lunch يعني غداء. فيأكل الغداء معناها eat lunch eat lunch eat lunch eat lunch يعني يأكل الغداء، يتغدى. eat lunch eat lunch eat lunch. وبالنسبة للعشاء يا أصحابي يعني dinner dinner يعني عشاء. فيأكل العشاء أو يتعشى ده اسمه eat dinner eat dinner eat dinner. مرة كمان eat dinner eat dinner eat dinner. وبكده نكون عرفنا الكلمات والأفعال الهامة في unit 3 let's go outside أو دعنا نذهب للخارج، والفونكس الخاصة بـ unit 3 أو الوحدة الثالثة هي خاصة بحرف ال L وحرف ال Y وحرف ال X. فأول حاجة حرف ال L زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده، وبيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة lunch lunch يعني غداء lunch lunch lunch. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة leg leg يعني ساق أو رجل leg leg leg. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة lemon 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 يعني ليمون lemon lemon lemon. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي حرف ال L بيتنطق بشكل قريب جدا شبه حرف اللام ال 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 زي كلمة lunch 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 leg leg leg. وكمان lemon lemon lemon. تاني حرف لازم نكون عارفين ازاي بنكتبه او الهاند رايتنج بتاعه بيبقى عامل ازاي، والفونكس الخاصة بيه او الصوتيات الخاصة بيه تبقى عاملة ازاي، هو حرف الواي. اول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي دي طريقة كتابة حرف الواي، لازم نتعلم ازاي نكتبه بشكل صحيح. تاني حاجة حرف الواي بيقابلنا في كلمات مختلفة فزي كلمة yes 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 يعني نعم. مرة كمان yes
yes yes وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة yogurt 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 يعني زبادي. مرة كمان yogurt yogurt yogurt. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة yellow 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 يعني اللون الأصفر. yellow 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 يعني أصفر. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي حرف الواي بيتنطق كأنه يه في اللغة العربية، بس بيكون تحت منها كسرة فبيتقال ي ي ي ي زي كلمة yes yes yes. وبيبقى يه وراها واو زي كلمة yogurt yogurt yogurt. وبيبقى يه تحت منها كسرة زي ما قلنا زي كلمة yellow yellow yellow، فهو بيكون شبه حرف اليه أو الياء في اللغة العربية ي ي ي. وآخر حرف معانا عايزين نعرف الهاند رايتنج بتاعه أو الكتابة الخاصة بيه ازاي بنكتبه بشكل صحيح، والفونكس أو الصوتيات الخاصة بالحرف ده في الكلمات المختلفة، هو حرف الإكس. حرف الإكس بيتكتب بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. دي الطريقة الخاصة بكتابة حرف الإكس، لازم نكون عارفين بنكتبه ازاي بشكل صحيح. أما حرف الإكس بيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة box 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 يعني صندوق. مرة كمان box box box. وزي كمان كلمة fox 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 يعني ثعلب. fox fox fox. وزي كلمة sex 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 رقم ستة sex sex sex. وزي ما احنا شايفين قدامنا حرف الاكس بيتنطق كس 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 كاف صغيرة خالص وبعد منها اس طويلة شوية فبننطقه كس 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 زي فوكس فوكس فوكس، وزي بوكس بوكس بوكس، وزي سكس وزي سكس سكس سكس. كده نكون انهينا شرح يونت 3 Let's Go Outside. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.